بس الحقيقه كمان في سياق بر الاجواء الاحتفاليه، صديقك العزيز الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، انا يمكن وصفته بانه ياور المهام الصعبه، لانه كل رحله صعبه كابتن خطيب طالع رئيس البعثه تلاقي عضو مجلس الاداره الاستاذ طارق قنديل موجود ومشارك ومساند ومتفاعل بقوه. في فاينل كاس افريقيا، في سفريات تحدي كبيره جدا وصعبه، في كاس العالم للانديه، صديقك الياور موجود باستمرار. وراجل جميل وراجل محترم، شانه شان الحقيقه المجلس كله. المجلس كله وهو بيبقى حريص انه يكون متواجد. ويعني وقال لي المره دي انا اقول للمهندس عادل انا واخد العجوه معايا. ما هو واخد العجوه معاه بس ما بيعرفش يعملها. عرفوا يعملوها، لازم اكون موجود. الوصله معاك انت. طيب الاستاذ طارق قنديل تحدث في الام بي سي عن لحظه تتويج الخطيب بالميداليات، نشوفه قال ايه. طبعا اللفته بتاعت الميداليات اللي لسه حضرتك بتقولها بتاعت اللعيبه هم بيدوا الكابتن محمود الخطيب رساله طبعا جميله جوه النادي الاهلي، بتبين لك قيمه كابتن محمود الخطيب عند الفريق كله، وفي نفس الوقت اخلاقيات وادبيات النادي الاهلي. يعني الحمد لله حاجه كويسه قوي، والجمهور الاهلاوي والمصري هنا يعني مبدع للامانه، سواء قدام الفندق او في الاستاد. الاستاد من فتره كبيره يا الجمهور، الجمهور بصراحه كان عظيم وهايل وجميل بديع. فحاجه، فالاجواء كلها الحمد لله اكثر من رائعه. واحب انوه برضه حضرتك على التهاني اللي جات لنا من مجلس اداره نادي الزمالك. يعني مجرد ما الماتش انتهى كان الاستاذ محمد الاتريبي ده ما كانش بيحصل قبل كده، دلوقتي الدنيا بقت في وضعها الطبيعي. والله حاجه راقيه. وكابتن محمود الخطيب كلمهم، وفي بيان طالب من عندنا النادي شكر لان الزمالك طلع بيان. حاجه راقيه، وهو ده المعنى السامي للرياضه، يعني نتنافس بروح رياضيه وكلنا مصريين وجو رياضي. ان شاء الله فتحة خير، الاجواء الرياضيه تبقى عاليه قوي في البلد ان شاء الله. ارجو ان انت لما تشوفه يعني تبلغوا تحياتي، وانا عرفت ان هو اصر ان هو يكون جوه مع الفرقه مش بره في احد الفنادق، يعني لوحده يعني كراجل رئيس مجلس اداره اصر ان هو يبقى جوه الفقاعه مع الفريق، يعني جوه مع اللعيبه نفسهم، ودي حاجه محترمه. حصل جاب دعوه الكابتن محمود الخطيب من اللجنه المنظمه والاتحاد الافريقي وكده ان هو يتنقل لفندق اخر، يعني يكون موجود معاهم، وهو اعتذر لهم عشان كده هيبقى خرج بره الفقاعه وبره التواجد مع الفريق نفسه. الف مبروك، وارجوك اما تشوف كابتن خطيب تبارك له وقول له عمرو اديب يعني بيبارك لك بجد، بس قول له عمرو بيقول لك الاستاذ عمرو اديب، عمرو اديب بيقول لك كفايه كده واحنا بنقول لك الله اكبر خمسة وخمسة يا عمرو. لكن الحقيقة عايز أتوقف على فكرة كمان، ولهذه الأسباب اللعيبة توقيته بالميداليات. ما هو أنت لما تكون شاعر إن الراجل ده مش جاي يتفرج على مباراة، مش جاي يعني كرئيس بعثة، استقبال المسؤولين، لا هو راجل عايز يعيش أجواءك وعايز يكون موجود معاك لحظة بلحظة، اللي بتاكل منه بياكل معاك في نفس الطبق، اللي بيروح معاك الملعب متواجد معاك يحل لك مشاكلك. بقول لك انا يعني حاسس بيك وموجود معاك في حميميه ودفء كده في العلاقه. فطبعا الكابتن الخطيب ما كانش رايح يتفرج على المباراه، يعني هو كان رايح عشان يكون له دور. يعني اعتقد ان الدور ده وصل للعيبه كويس جدا، بدليل انه ترجم بالشكل الرائع الغير مسبوق اللي شفناه.